مشاهدينا صباح الفل عليك، وحان الان موعد مسابقات وحكي وغنى وحركات كتيره جدا جدا هنعملها زي ما انتم متعودين. واحنا متعودين رحلتنا هتبتدي دلوقتي حالا، وعلى طول هنخش في الموضوع ونتعرف على الاسر اللي منورانا النهارده في رحلتنا السعيده. نبتدي بالاستاذ يونس. ازيك يا يونس؟ الحمد لله. قول لنا عندك كام سنه وفي سنه كام وبتحب ايه وكده يعني؟ أنا 6 سنين. خلابي، بتحب إيه؟ بتحب تلعب إيه؟ بحب ألعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن، ماشي. بس؟ والحاجات التانية بتحبش تلعبها؟ طب هنشوف النهاردة هتحب تلعب معانا ولا لأ؟ أوكي؟ أوكي. أوكي، ماشي. نيلي؟ اسمي نيلي، عندي 9 سنين. وبحب لعبة إكس أو، وفي سنة تالتة. يا ولد، وانت الاخت الكبيره بقى، تاخدي بالك من يونس؟ ماشي. وماما؟ هدير. هدير بتشتغلي؟ انا جيرمان تيتشر. جيرمان تيتشر، يا نهار ابيض، ده موضوع كبير قوي. جوتن مورجن. جوتن تاج. اوكي. بابا؟ انا اسمي ياسر، شغال اوراكل ديفلوبر. اوراكل ديفلوبر، ده مبرمج. ماشي. اوكي، ده ما فهمش في التكنولوجيا قوي يعني، بس برافو. انتوا من القاهره؟ اصلكم من القاهره. اوكي، ماشي. الاسره الثانيه بقى اسره الاستاذ نوح. ازيك يا نوح؟ الحمد لله. ايه ده؟ طب اقول لك تاني، ازيك يا نوح؟ الحمد لله. ايوه كده، صحصح لي بقى وعرفنا على نفسك اكتر. قولي عندك كام سنه؟ 6 سنين. ماشي. وبتحب تعمل ايه؟ بحب العب بلاي ستيشن. برضه زي يونس؟ ماشي. طب بتحب تلعب الحاجات التانيه؟ لا. ايه ده؟ طب انت مش تلعب معايا لعبه تانيه النهارده؟ لا. ايه ده؟ يعني هتروح؟ لا. يعني انت قاعد بس مش هتلعب؟ اه. طب اما نشوف هتلعب ولا مش هتلعب. لارا، عرفينا بقى بنفسك. اسمي لارا، عندي 10 سنين. يا سلام، عم يحييها. اوكي. في جريد 5 بحب الفي ار. نايس، ده انت جايه محدده هدفك، عايزه بقى تعرفي انت عايزه تلعبي ايه وكده. ماشي. وبقيه اللعب؟ لا برضه بحب يعني كل الالعاب اللي هنا. بتحبي كل الالعاب اللي هنا؟ ماشي. هنشوف بقى، انتوا صحاب منين؟ عشان انتوا مش سن بعض. عشان مامي وطنط لقاء هما الاثنين صحاب من هما مع بعض في المدرسه. اوكي، فهمت. فانتوا فعلا زي الاخوات بقى. نايس. طنط لقاء بقى هي مامت. شفتي طنط دي؟ لا لا لا، مش لقاء. ايوه معلش معلش. لقاء مامت نوح. بس لقاء مامت نوح. بس خلاص. ربنا يعينك على نوح. كفايه. خير. مش بشتغل قاعدة مع نوح كده ومدارس. ربنا يا رب يعينك على نوح. والاستاذ احمد. احمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تشتغل ايه؟ انا قبطان بحري. ايه ده؟ الله، انترستنج. بحر على طول وكده؟ ماشي. اوكي، طب وانتوا منين اصلا؟ من القاهره ولا منين؟ لا، احنا اصلا من دمياط. دمياط، اجدع ناس. ماشي. عندنا النهارده اسره من القاهره واسره من دمياط، وهنشوف بقى نبتدي اللعب والتعارف على طول. نبتدي بقى نشوف كل اسره عارفه بعضها قد ايه. انتي طبعا انتي قاعده معاهم، طنط لقاء انتيمه ماما واحنا متربيين سوا، وانتي البكريه واضح قعدتي مع طنط لقاء اكتر من نوح، صح كده؟ ونبتدي بقى على طول. هسال بابا عن يونس، ايه اكتر لون يونس بيحبه؟ لون يعني ممكن الابيض والتركواز. حقيقي الابيض والتركواز؟ يا سيدي يا حبيبي انت، ماشي. ايه اكتر لون نوح مش بيحبه؟ مش بيحبه؟ اعتقد الاسود. الاسود؟ لا. طب امال ايه اكتر لون انت مش بتحبه؟ البينك. البينك يعني البينك. صح. مش ممكن، منطقي. اكتر لون اللي انا بحبه جري. جري؟ ماشي. جرين اخضر يعني. ماشي. اوكي، ايه اكتر كرتون مفضل عند نيلي؟ نيلي بتحب تتفرج على ميراكلوس ليدي باج. صح؟ يس. اوكي، ماشي. ايه اكتر اكله لارا حبيبتك اللي انت مربياها من تقدمتك اختك بتحبها؟ مكرونه بشاميل. ده الله، ده بجد، ده يعني ده انت حبيبتي، اي حاجه اقولها تقول لك صح. اصلا كده كده. اوكي. لا ماشي. اوكي، لا بس قولي الحقيقه يعني، انا جوعت اصلا. مكرونه بشاميل ده حاجه حلوه قوي. ماشي. ايه اكتر حاجه بابا بيتضايق منها لما بتعملها؟ مش هعصب عليها. بيتعصب عليك ليه؟ عشان انت بتعمل ايه يعني؟ ده السؤال.
يعني هو ايه اكتر حاجه هو بتعصبه؟ معرفش. فكر ايه اكتر حاجه انت بتعملها بتعصبه؟ صوتي. ازاي ما تعرفش؟ نيلي بتقول لك واحنا سامعينها طبعا كلنا. ايه بقى؟ اقول انا؟ قولي. لما بيعلي صوته هو او بيلعب مع نيلي. اه يعني انت عارف بس مش عايز تقول. ماشي اوكي. ايه الحاجه اللي لما بتطلبها من ماما بتقول لك عليها دايما لا؟ شوكولاته. اه في اي وقت؟ اه في اي وقت يا ماما؟ مش كتير، مش بديها كتير. مش كتير طبعا. برافو ماما. ماشي خلاص مش هنتكلم في الموضوع ده كتير. طب ايه رايكم على طول نبتدي نسخن كده واحنا واقفين ونبتدي بقى على طول فقره الاسئله والحركات؟ اوكي. اوكي ماشي جاهزين. طيب عايزه اقول لكم ان احنا عندنا ثلاث حاجات افكركم دايما. عندنا انا مين او انا ايه، ودي الاسره كلها بتشترك فيها. اوكي. وعندنا صح وغلط واختار ما بين الاقواس. بس عندنا وسائل مساعده، بكرر عندنا وسائل مساعده، يعني لو ما عرفتوش في ماما وبابا او هنغني. اوكي. اوكي نبتدي على طول باول حاجه. انا مين او انا ايه؟ انا يطلق علي اسرع حيوان بري على سطح الارض. اسرع حيوان قول. الفهد. الفهد. لا مش الاسد، الفهد. بابا عرف صح. ماشي هو. كويس انك قلتها اسرع. انا حيوان من الحيوانات الليليه لا ارى بشكل جيد في الظلام، اعتمد على تحديد موقع الفريسه من خلال حاسه تحديد الموقع بالصدى. قولي. البات. باتس. برافو. الخفاش. شاطره جدا. ماشي. انا عاصمه دوله النمسا. مش فاكر. فيينا. مش فاكر يا بابا. فيينا. برافو ماما. ماشي. انا عاصمه دوله المانيا. سهله قوي. المانيا ميونخ. المانيا يا راجل. ايه بابا؟ ايه ماما؟ المانيا يا ولاد. انا طب انت طبعا انت مدرسه الماني اصلا. خليك انت. استني. ينفع خمسه اربعه ثلاثه؟ الموضوع سهل قوي. اتنين واحد. برلين يا فندم. ايه ده؟ ازاي؟ معلش يا ميس. عندي دي. صح. عندي صح. صح طبعا اكيد. صح. برافو عليك. برافو عليا. انا مدرب حصلت مع منتخب مصر على بطوله افريقيا ثلاث مرات متتاليه. حسن شحاته. برافو يا ما. يا نهار ابيض. يا نهار. المذاكره جامد يعني. ماشي. انا مدرب منتخب مصر في كاس العالم 90. جوهري. جوهري طبعا. ماشي. ما جاوبش مش هتفرج على التلفزيون في حياته. خلاص بقى. ما خلاص بقى كده هنروح بقى. ايوه. طيب دلوقتي عندنا اول مهمه. مين بيعرف يعمل دايفنج؟ انا. انت؟ يا راجل. طيب احنا هنعمل دايفنج، بس هنعمل دايفنج علشان نلاقي كوره زرقاء كبيره. شايفين الكور دي كلها حجم واحد صغير، فيها اصفر وفيها برتقاني وفيها احمر او فوشي. صح. في بقى كوره كبيره زرقاء، كوره هاند بول او كوره يد، اللي هيجيبها اسرع هو اللي هيكسب اول مهمه. جاهزين؟ وان احنا جاهزين نشجع. يلا يا نوح. ماشي. في يونس ونوح. ريدي ستيدي جو. ما بنوش بقى لما بينطوا كده. ما بيبانوش. اه فين الكوره الزرقاء؟ اختصوا بقى. يلا وريني الدايفنج. لا ايه ده، فين التشجيع؟ يلا يلا يا نوح. يلا يونس. يا نوح. يلا يا نوح. يلا يا نوح. نوح بينام. تعالوا دوروا هنا بسرعه. اسرع. يلا يا نوح. اسرع يا نوح. دوروا هنا الناحيه دي كده. يلا يا نوح. دور فين الكوره الزرقاء. اسرع يا نوح. يلا يلا. معقوله مش شايفين الكره الزرقاء فين؟ يلا يا نوح هناك. يلا هات النضاره. يلا يا نوح هناك. يلا يا نوح. يلا بابا بيساعدك. يا يونس بابا بيساعدك. ها ندور اكتر. يلا يا نوح ندور اكتر. ايه ده؟ ندور اكتر. يلا يلا يا نوح. يلا يا نوح. يا ولاد بصوا بصوا كده. بصوا هنا. يلا شيلوا الكور كده. اعملوا كده بسرعة بسرعة. يلا في ايه؟ معقولة؟ أكبر. دور. معقولة؟ طب اطلعوا لي بقى انتوا الاثنين. اطلعوا لي بقى. معقولة؟ أنا هنزل أجيبها أنا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه دي؟ اطلعوا. مش ممكن. إيه ده؟ دي كبيرة.
هنخش على اللي بعده. واللي بعده ده ما فيهوش بقى بابا وماما هيجاوبوا. فاللي مش هيعرف يجاوب افكركم ان في وسائل مساعده، وسيلتين، استدعاء ولي امر او هنغني. موافقين؟ انا شايفه انك تغني يا بنتي. ماشي. حصل نجيب محفوظ على جائزه نوبل في الادب، صح ولا غلط؟ صح. ايه الحلاوه دي؟ ماشي. هو كده ماشي، هي كده ماشي. العالم احمد زويل حصل على جائزه نوبل في الكيمياء. صح. صح، برافو. كيرة والجن فيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، صح ولا غلط؟ صح. غلط. صح. صح ولا غلط؟ صح. أنت متأكد؟ أنا شفت يعني الفيلم؟ صح. ماشي أوكي. شافه؟ آه والله ماشي أوكي. فيلم الجزيرة الجزء الأول والثاني بطولة أحمد السقا، صح ولا غلط؟ صح. صح، ماشي، برافو جدا جدا جدا. طيب ركزوا بقى. الأذن من الأعضاء التي تجعلك تشعر بالتذوق، صح ولا غلط؟ صح. كده غلط. ايه ده بقى؟ ايه دي بقى؟ انت قلت بقى بتيجي معاك كل مره صح دي؟ مش يعني ايه بقى؟ انت فكرت في اللي انا بقوله؟ تاني هقول لكم، الاذن من الاعضاء التي تجعلك تشعر بالتذوق. غلط. ما اكيد هتبقى غلط. ماشي اوكي. العيون من الاعضاء الحسيه التي تجعلك تشعر بمراره الليمون. لا. لا، امال ايه؟ صح. التونج. صح. التونج. ايوه. صح. برافو. ماشي. تيجي نعمل مهمة تانية؟ اوكي. ايه رأيكم؟ يلا بينا. البنتين بقى. يلا يا بنات. تعالى. طيب كل واحدة قدامها قمعين وكل واحدة قدامها أطواق. احنا هنعمل ايه؟ هناخد الطوق نخش جواه. وبعدين ناخد الطوق التاني نحطه جنبنا ونخش جواه وهكذا، ما ينفعش نطلع بره الاطواق خالص. هنشوف مين فيكم اللي هتوصل اسرع. جاهزين او جاهزات؟ انتوا جاهزين تشجعوا؟ وانتوا جاهزين تشجعوا؟ يلا بينا. ريدي ستاديان. بالظبط، خش جوه. جو. يلا يا لارا. 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 يلا يا لارا. يلا يا لارا. برافو. لا لارا. لارا جنبها بالظبط يا لارا، مش هنعمل الحركات دي. يلا يا لارا. جنبها بالظبط يا لارا، جنبها بالظبط. برافو يا لارا. شاطره يا لارا. برافو. برافو يا لارا. نيلي تاني فاتح. ماشي لارا. برافو يا لارا. طيب الاختيارات بقى جهزنا؟ يلا بينا. تعد حرفة اللي هي حرفة الزجاج أو حرفة الفخار أو حرفة السجاد اليدوي من الحرف التراثية المنتشرة بقرية الحراني. صح. لا لا، مش ما فيهاش صح وغلط. حضرتك هتقولي الزجاج ولا الفخار ولا السجاد اليدوي؟ الفخار. الفخار في الحرانية؟ الزجاج. والزجاج؟ طيب هما ولا الزجاج ولا الفخار، هي السجاد اليدوي. ماشي. عرفنا؟ اوكي. نخش على اللي بعد. الحرفه التي يستخدم في صناعتها ماده الطين، الزجاج، السجاد، الفخار. الفخار. اكيد. ماشي. صح. تقوم ايه بقى؟ طريقه برايل ولا الشاشه ولا سماعه الاذن بتحويل الحروف الى رموز بارزه فيمكن قراءتها عن طريقة اللمس. برايل. هنقول تاني، ايه هي الحاجة اللي بتحول الحروف لرموز بارزة فيمكن قراءتها عن طريقة اللمس؟ برايل. برايل ولا الشاشة ولا سماعات الأذن؟ برايل. برايل. برافو. ماشي. على الأرض. أنت قلت برافو، أنت شاطر. ماشي أوكي. يستخدم أقلام الحبر أو الأقلام الرصاص أو البريد الإلكتروني أي الإيميل كوسيلة اتصال في العصر الحديث. إيه؟ الإيميل. البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني، الإيميل. طيب أنت بتفكري في إيه؟ متلخبطة ليه من كتر سهولة السؤال، صح؟ إيه لا، سمعتش. طيب ماشي. السؤال هنا فزورة دي. إيه هو الشيء اللي في الحاجات اللي جاية دي اللي مش بيقطع إلا لو دخلت صوابعك في عينيه؟ المقص، القلم، المفتاح. المقص. برافو. المقص. برافو جدا جدا جدا. ماشي. فزورة تانية هنا. ايه هي الحاجة اللي في الحاجات دي اللي ليها أربع أرجل ومع ذلك مش بيمشي؟ كرسي، البنطلون، الباب. الكرسي. الكرسي.
انت جيت معانا ولا ايه؟ برافو. طيب ماشي، واضح ان هم شاطرين جدا 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 جدا، وده معناه ان احنا جاهزين ان احنا نخش على اللي بعده، واللي بعده هي التوازن. يلا بينا، جاهزين؟ يلا بينا. التوازن ده جينا بقى لعبة التوازن اللي الأستاذ يونس متحمس لها جدا، بس نوح قال لي أنا مش هلعب معاكم من أول الحلقة. هتلعب يا نوح؟ آه. خلاص غيرت رأيك يعني؟ آه. ماشي أوكي، طب ما تيجي تعالى تبدأ بقى. أنا عايزة أبدأ أنا. يلا تعالى، يلا تعالى حبيبي. يا سلام. عارف هتعمل إيه؟ آه. هتعدي بقى ما بين اللي أنا عارف. أنت عارف؟ ماشي. اما نشوف، انا هقعد ارمي عليك كور، انت عارف كده؟ اوعى توقع جول. ما قالولكش دي، معلش انا بقولها لك. يلا. ايه؟ يلا. خفت ليه؟ يا مهلك. انت ما بيهمكش الحاجات دي. خلي بالك، خلي بالك. خلي بالك اوعى توقعك. خلي بالك، على الراحة بالراحة. لا 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 لا. برافو. برافو. ايه؟ برافو. اعمل ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ماشي. شاطر يا نوح. يلا. برافو. برافو يا نوح والله. اوعى توقعك. برافو يا نوح. يلا يا نوح. احس عايز امسك ايدك. برافو يا نوح. لا لا لا. والله برافو. ايه ده؟ خلاص. معلش معلش نوح وقع. تعالى يا يونس وريني شطارتك، وريني. طب يا نوح هتكسب. يلا ادي يونس اللي بعده. يلا يا نوح قرب. يلا ها قاعد بقى بيوريني، وريني بقى يونس. لا 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 لا، من اولها كده. انت لسه اول حاره. في اول حاره. انت واقف بقى، واقف له بقى، انت واقف له. ها برافو. اهو اهو اول حاره وهطلع. شاطر يا يونس والله برافو. بيقول لك هتقع. هل هتقع ولا ايه؟ هتقع في نفس الحته؟ لا مش هيقع. خلاص يا ناس. ماشي برافو برافو. يلا ارجع بقى تاني، ما وقعش على فكره. يلا انت تخسر. يلا طيب. ايوه ما انت واقف له. يلا. لا 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 لا. هنقع ولا ايه؟ في نفس الحته؟ هنقع في نفس الحته؟ مش هنقع. ابدا. هنقع في الحته دي. هنقع في الحته دي؟ هنقع في ماشي ماشي. يلا يا عمر. هنقع. برافو يا يونس. لا 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 هيقع. برافو يا يونس. يلا نيلي. هل نيلي هتقع؟ هل نيلي هتقع ولا هتبقى زي اخوها شاطره؟ هتبقى زي اخوها. لا لا لا. بتلعبوا رياضه يا اولاد ولا ايه؟ اه. ايه بتلعبي ايه بقى؟ احكي. انا بلعب جمباز. بتلعبي جمباز؟ طب الموضوع ده سهل قوي، احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنعمل ايه؟ طب ايه ده؟ طب انت بتلعبي جمباز؟ طب امسكي، تعرفي تمسكي الكره دي بقى وانت بتلعبي جمباز كده؟ لا وانت مكمله. الله. سيبي بقى الكره اللي في ايديكي دي وامسكي دي. يلا. الله 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 الله. برافو. ما انت بتلعبي جمباز. يلا. لا خشي خشي كملي، انت مالكيش دعوه. الله الله الله. خدي بقى امسكي دي. برافو. يلا والله برافو. توازن توازن. جمباز جمباز عامل شغل. يلا كملي. ايوه ايوه. لا كملي مالكيش دعوه، كملي. شدي نفسك. امسكي دي بقى، امسكي دي بسرعه، امسكي دي. تضحك عليا يا نيلي. ماشي ماشي ماشي. وقعت على اخر حته بس. يلا انا يلا لخبطت. لارا لارا انت بتقولي مش عارفه؟ لارا مين اللي قال لك انك مش عارفه؟ لارا. مين اللي قال لك؟ يلا انت واقفه بتشجعيها ولا ولا؟ لا عادي. طب روحي اقعدي لما معايا. لارا ايه؟ لارا هتقعي؟ اول حاريطه. اول حاره يا لارا. خدي يا لارا امسكي دي كده. لا ماشي. طب هحدف انا عليك انا. طب بس بس. الله. لا مش هبسبس بقى. يلا يا لارا. طب اهو. ها برافو. انا بقى ما تقوليش بس بقى. برافو يا لارا. ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى اللي بيحصل ده؟ يلا يا نوح. يلا يا لارا برافو والله. انت مكمله ومركزه. الله 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 الله. لارا وقعت. لارا وقعت. روحي خلاص.
انا اسف يا ست القطار اللي هعمله فيك. يا نهار كل واحد ايه ده؟ انا اسف يا ست القطار. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف يا ست القطار. شفت الشر وحش. يلا الحمد لله. كمل يا ست القطار كمل. ما هو انا حضرتك. يا ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هيقع هتقع هنا هتقع هناك. ماشي برافو ثبات انفعالي مش طبيعي يا جماعه. ما هو طبعا ما قبطان يعني. لا يونس عمل كويس. يونس عمل كويس. نشوف بقى نعمل ايه. الله جاي يشجعك يونس. خليك طويل قوي يا فندم. يلا نكمل. ايوه لا لا اوعى كشن بابا لو وقع ولا حاجه. اوف شجعه من بره. حضرتك يا فندم لو وقعت يا ريت تقع الناحيه دي. يا ريت لو حضرتك وقعت تقع الناحيه دي. يا ريت يا فندم حضرتك. اوكي شكرا. يا اتفضل يا فندم. انا اسف يا استاذ ياسر اللي بعمله في حضرتك. يلا لا طب يلا 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 يا ريت تقع الناحيه الثانيه. يلا خلاص اصلا خسر هو عدى بس للاسف وقع عمر. لا لا ماما هتقع. ماشي خليك قاعد هنا. ماما وقعت خلاص. ماما ليه ماما تخسر؟ يا ماما يا حلوه يا اجمل. انا اسفه يا ماما. غنوه ماما. ماشي انتي كويسه يا ماما. طب الحمد لله. شجعها طيب شجعها. طيب احنا لغايه دلوقتي ما حدش عندكم عدى؟ لا عندكم بابا عدى. معلش عدي بقى. عدي بقى عدي هنا بقى. عدي هنا بقى وامسكي دي واعملي كده بقى يلا. لا 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 الو انا اسفه انا اسفه يا ماما انا اسفه يا ماما. لا لا حسن. لا 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 لا, لا. برافو يا ماما والله. ماشي كملي 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 كملي. يلا يلا كملي 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 كملي. يلا كملي. لا يا ابني لا انا اللي بحذف بس انا اللي بحذف. ايه ده انت يا جماعه انا جبتك انت بجد. لا لا خدعتني خدعتني ماما. بس الحمد لله في حد من عندها عرف يكسب. لا ما كسبتوش الاسره بتاعتها. هي كسبنا. هي عايزه تبقى كسبت بس ماشي. عامة احنا ما عندناش حد بيكسب وبيخسر. المهم احنا بنتبسط كده ونقعد نضحك عليهم وهم بيقعوا. يلا بينا نروح نشوف هيعملوا ايه في الفي ار. جينا بقى للفي ار والحقيقه ان هم كانوا متحمسين جدا من الاول للفقره دي. فهنشوف بقى يعملوا فيها ايه. نيلي انت جاهزه؟ يس. ومتعوده تلعبي بالفي ار ولا ايه؟ لا مش قوي. لا طب هنشوف هتعملي ايه. المهم ان انت تبقي بتدوسي على كل الزهرات اللي هتطلع لك واي بلوك تجي لك يعني ما تخبطش فيكي. دوسي بلاي ويلا بينا نبتدي. جاهزين نشجع نيلي؟ جاهزين. يلا يا نيلي بسرعه. ايوه يا نيلي ما تخليش حاجه شاطره يا نيلي. ارجعي يا نيلي ارجعي يا نيلي. يلا يا نيلي حبي يا نيلي. ماشي تعالي انت رايحه فين يا نيلي؟ ماشي انزلي انزلي يلا. ايوه برافو يا نيلي برافو يا نيلي. يا نهار ابيض ايه الشطاره دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايوه يا نيلي ايوه يا نيلي 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 برافو يا نيلي. والله شكلها هتعملها يا جماعه. هتكسب ولا ايه؟ برافو. هتكسب ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ من كل حته يا جماعه. حسبي 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 حسبي. الله 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 انت رايحه فين؟ تعالي هنا انت جريتي ورا الشاشه. تعالي خسرت. ما انت رحتي بعيد قوي. تعالي يلا مين هيلعب الناحيه الثانيه؟ يلا جاهزين نشجع لورا؟ يلا يا لورا يلا يا لورا. انت قاعده مستنيه الفي ار من بدري صح؟ يلا يا لورا وريني بقى لورا. حسبي يا لورا وريني بقى شطارتك حلاوتك طعمتك لعبتك يا لارا. يلا لعبتك يا لارا لعبتك دي انت بتلعبيها دايما ولا ايه؟ ايوه. الله 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 الله. بتلعبها دايما ها؟
برو بقى، دي احنا ده ليفل برو، ده ليفل محترفين يا جماعه، ليفل محترفين. الله 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 الله، تعزف يا جماعه، تعزف درامر يا اخواتي. يلا ويمين وشمال وشمال ويمين، برافو، واركب مراجيح وانط الحب. برافو برافو، يلا يا لارا. ها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، احنا دخلنا في حته صعبه ولارا شكلها تعملها يا جماعه. ارجعي ورا سنه يا لارا، شكلها تعملها، بس خليكي واقفه مكانك. برافو يا لارا، والله ايه ده، شكلها هتكسب يا جماعه، شكلها تعملها، شكلها كده، شكلها كده، ما احنا قلنا. طب تشجيع امال، تسقيف امال، تعالي لي الليلي 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 يا لولي، تعالي لي. ايه يا لارا ده، ايه الشطاره دي؟ بتكسب لارا، بتكسب. لا برافو، لا برافو، شيز ميكينج ات، عشان يشجعك. ايوه يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض يا جماعه. برافو يا لولو، برافو يا لولو. تعالي اما اعدل لك السورتات بتاعتك وخلونا نروح. لا انت ما تقلقيش، انا ماسكاكي وانت في ايد امينه جدا جدا جدا. هنروح نسمع حدوته ونرجع نكمل لعب وحركات. شاطره بيكوا يا أصحابي في رحلتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماحة. حكايتنا النهاردة فيها سر خطير ومثير. حكايتنا النهاردة اسمها سر القبعة الصفراء، يعني سر القبعة الصفراء دي فيها سر خطير هنعرفه من صديقنا نعيم. نعيم ولد عنده 10 سنين، بيحب بابا ماما أصحابه، شاطر في المدرسة، وأكتر واحد بيحبه هو جده. في يوم من الأيام نعيم كان خارج مع أصحابه وبدأوا يلعبوا وهو بيلعب معاهم، لكن فجأة قرروا يلعبوا لعبة خطيرة نعيم مش بيحبها ومش موافق إنه يلعبها معاهم. بدأ يقول لهم أنا مش عاوز ألعب اللعبة دي، أنا مش بحب ألعب اللعبة دي، لكن هم بدل ما يسمعوا كلامه ويحترموا رأيه بدأوا يضحكوا عليه ويقولوا له أنت جبان يا نعيم، بتخاف تلعب معانا. نعيم يزعل ويقول يعني لازم اقول لهم لازم اقول لاصحابي على كل حاجه لازم، حتى لو حاجه انا مش عايزه اعملها؟ لا حتى لو لعبه خطر مش صح ان انا العبها؟ لا يعني ممكن نقول لا، بس نعيم كان بيخاف ان اصحابه يزعلوا منه ويخصموه، فكان بيضطر يعمل حاجات هو مش عاوز يعملها ويقول طيب خلاص انا موافق. اكتر حد احنا قلنا نعيم بيحبه وصاحبه هو جده. جد نعيم عنده هوايه جميله جدا يا اصحابي، انه يجيب خوص. الخوص ده بيبقى زي نبات نقدر نشكله، يعمل منه أشكال كتيرة، يعمل منه مراوح، يعمل منه شماسي، يعمل منه كمان قبعات زي القبعة الجميلة دي اللي نعيم جده ادهاله وقال له يا نعيم القبعة دي هتحميك من حرارة الشمس في الصيف ومن قطرات المطر في الشتاء. بس نعيم كان بيستخدم القبعة دي في حاجة مختلفة خالص، عارفين إيه هي؟ إيه؟ نعيم كان لما حد يقول له حاجة مش عاجباه أو يحاول إنه يهرب من أصحابه اللي بيتريقوا عليه كان يحط القبعة على دماغه وينزلها كده على وشه ويستخبى ويحس كده إنه بعد عنهم خالص وإنه مبسوط. صحابه وقتها قالوا له حاجة غريبة جدا، قالوا له يا نعيم أنت عارف أنت شبه مين؟ أنت شبه النعامة. النعامة لما بتحس بالخطر أو بالقلق بتدفن راسها جوه الرمل الأصفر، وأنت بتحط راسك جوه إيه؟ جوه القبعة الصفراء. نعيم قال لهم أنا زي النعامة، قالوا له أنت بالظبط زي النعامة. طب حتى ده أنت اسمك يشبه اسم النعامة، أنت اسمك نعيم وهي اسمها نعامة. سكت نعيم وقال لهم خلاص لو أنتوا زعلانين مني عشان أنا بحط القبعة الصفراء عشان أهرب منكم، أنا كمان مش عايزة أصاحبكم. لكن في عيد ميلاد نعيم كل أصحابه فكروا إن هم يصالحوه ويروحوا يقولوا له كل سنة وأنت طيب يا نعيم. جابوا النعيم علبة كبيرة جدا 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 وقالوا له يا نعيم في العلبة دي هديتنا ليك، بس ما تفتحهاش إلا بعد ما يخلص عيد الميلاد ونمشي. نعيم فرح إن أصحابه فكروا فيه وجم يحضروا عيد ميلاده، بس يا ترى الهدية دي كانت فعلا هدية تسعده؟ فتح نعيم العلبة وعارفين لقى إيه؟ إيه؟ لقى نعامة لعبة لابسة برنيطة قبعة بالظبط زي القبعة بتاعته. يا خبر،
يعني دي الهدية اللي جابوها أصحابي، يعني لسه برضو بيقولوا عليا إن أنا زي نعامة. سكت نعيم وقال بيقولوا عليا زيك يا نعامة. نعامة قالت له زي أنا إزاي يعني؟ قال لها مش أنت بتدخلي راسك في الرملة لما تبقي خايفة عشان تهربي؟ أنا كمان بيقولوا إنه القبعة اللي جده عملها لي أنا بلبسها زيك وبخبي راسي فيها. ضحكت النعامة وقالت له أنت صدقت كلامهم يا نعيم؟ قال لها آه طبعاً صدقت كلامهم، مش كل الناس بتقول كده. هو لما الناس كلها تقول حاجة نصدقها على طول؟ لا ولا نفكر فيها؟ نفكر فيها الأول نفكر أو نحاول نشوف هي صح ولا غلط. النعامة قالت لنعيم طيب يا نعيم أنا كنت الهدية اللي أصحابك جابوها لك في عيد ميلادك، لكن أنا عندي هدية تانية ليك متهيئة لي هتبسطك وهتخليك تعرف حاجات كتير ما كنتش تعرفها. قال لها هدية إيه؟ قالت له أنا أخدك في رحلة مدهشة ومثيرة لمدينة النعام، هناك هتشوف كل النعام وتعرف هما بيعملوا إيه وتعرف كمان هما بيدخلوا راسهم في الرملة ليه. نعيم يوافق يروح معاه؟ يوافق ولا يخاف؟ يوافق. يوافق؟ النعامة قالت لنعيم بسرعة يا نعيم اركب فوقي وامسك كويس قوي في رقبتي. النعامة رقبتها طويلة قوي يا صحابي وكمان رجليها طويلة قوي. ركب نعيم فوق النعامة ومسك في رقبتها كويس قوي وبدأت النعامة تجري. قالت له على فكرة أنا عايزة أقول لك على حاجة عني يمكن أنت ما تعرفهاش، مش كل الطيور بتطير على فكرة. قال لها إزاي يعني؟ قالت له أنا طائر صحيح بس مش بطير، النعامة طائر بس مش بيطير، بس كمان ربنا ادالها مهارة حلوة جدا إنها بتجري بسرعة جدا جدا جدا، يعني سريعة جدا في الجري. ركب نعيم ومسك كويس في رقبة النعامة وبدأت النعامة تجري تجري تجري. ولاحظ نعيم حاجة غريبة جدا، عارفين لاحظ إيه؟ لاحظ إن في مجموعة من الذئاب بتجري وراه النعامة وعايزة تلحقها. دلوقتي نعيم قال يا خبر دلوقتي النعامة هتنزل راسها في الرمل وهتخبي نفسها، طب أنا أعمل إيه؟ أنا مين يخبيني؟ لكن النعامة ما عملتش كده. النعامة فضلت تجري بسرعة 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 لحد ما هربت خالص من الذئاب اللي كانت بتطاردها هي ونعيم. ونعيم استغرب وقال الله النعامة يعني ما خافتش وحطت راسها في الرمل زي ما بيقولوا، طب هو كان في خطر حواليها حطت راسها في الرملة؟ أبدا بالعكس، دي جريت وكانت قوية وشجاعة وكمان قدرت إنها تبعد تماما عن الذئاب اللي بتطاردها من غير ما تتردد ولا لحظة وتقول طب أحط راسي في الرملة شوية صغيرين وأقوم. حس نعيم بالجوع وحس كمان بالعطش. النعامة قالت له ما تخافش يا نعيم. جريت بسرعة النعامة ولأن رقبتها طويلة جدا قطفت ثمار الفاكهة من على الشجر ونزلت رقبتها جوه النهر عشان تعمل إيه بقى في الفاكهة؟ تغسلها. لأن لازم لما ناكل أي حاجة قبل ما ناكلها نعمل إيه؟ نغسلها. برافو. غسلت النعامة الفاكهة وبدأت تديها لنعيم ياكل. نعيم كان مبسوط قوي قوي وحسس إنه في رحلة جميلة ومثيرة وكلها كده مفاجآت جميلة. مشيت النعامة كتير وجريت كتير لحد ما وصلوا لمدينة النعام. المدينة دي يا صحابي بيعيش فيها كل النعام، والنعام له نظام معين في حياته بيعمل إيه؟ كل موسم انت عارفين إن النعام بيبيض مش بيولد، بس بيضة النعام عارفين قد إيه؟ كبيرة قد الكورة، قد الكورة اللي بنلعب بيها. كل النعام بيجمع كل البيض ده بيبقى حوالي 40 أو 50 بيضة، وكل موسم بيختاروا نعامة واحدة ترقد فوق البيض، يعملوا حفرة كبيرة في الأرض ويحطوا كل البيض ده فيها وترقد فوقها النعامة. وطبعا لأن البيض ده كتير جدا جدا بتقعد عليه النعامة فترة طويلة لحد ما الحرارة كلها تيجي على البيض ده وشوية شوية يفقس البيض ويطلع إيه بقى؟ نعام صغير، نعام نونو. شوية ونعيم لقى نعام النعامة دخلت راسها في الحفرة. الله يعمل إيه بقى؟ الله أهي 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 دخلت راسها في الحفرة، وأنت بتقولي لي النعام مش بيدخل راسه في الحفرة عشان مش بيخاف. قالت له أنا ما قلتلكش كده. قالت له لها لا بس أنا فهمت من كلامك إن الكلام ده مش صح. قالت له هو فعلا مش صح، النعامة دخلت راسها في الحفرة عشان تقلب البيض اللي هي قاعدة فوقه، لأن البيض ده حجمه كبير وجسمها مش هيقدر يغطيه كله مرة واحدة، فكل شوية تدخل راسها تقلب البيض عشان كل البيض يتعرض للحرارة وبعد كده ترجع تقعد تاني. معقول؟ يعني الكلام ده مش صح؟ قالت له لا طبعا مش صح. قال هم اللي الناس بتقول كده ليه؟ قالت له ما اعرفش. قال لها يعني هو مش مهم ان احنا نقعد نقول لكل الناس لو قالوا علينا حاجه غلط نقعد نصححها؟ قالت له لا الناس بس اللي تهمنا،
هي اللي دايماً لو افتكروا حاجة غلط مش فينا نصحح لهم المعلومة، لكن هنقعد نقول لكل الناس مش هنشتغل ومش هنعرف كده نعيش، لكن المهم إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا بنعمل الحاجة الصح اللي ربنا يبقى راضي عنا منها، وكل الناس اللي حوالينا تبقى شايفة إن إحنا فعلاً بنتصرف صح. نعيم استغرب قوي من الكلام، مش كلام غريب ده؟ غريب. حد فينا كان يعرف قبل كده المعلومة دي؟ لا. حد فينا كان يعرف ليه النعامة بتدخل راسها في الرمل؟ لا. كل الناس بتقول إن عامة بتدخل راسها في الرمل لما تخاف أو تقلق، ولما تلاقي حد بيحاول يهرب من مشاكله تقول له أنت عامل زي مين؟ النعام. زي النعام. بس دينا دلوقتي عرفنا ليه النعامة بتدخل راسها في الرمل. نعيم كان مبسوط قوي وكان لسه لابس البورنيطة، طارت البورنيطة وراحت بعيد، جريت النعامة وراها وقدمت له البورنيطة وكان فيها هدية جميلة قوي. تفتكروا بقى إيه الهدية اللي هتجيبها النعامة لنعيم؟ نعامة صغيرة مثلا. برافو، نعامة صغيرة لسه مولودة. قالت له بصي يا نعيم، دي هديتنا ليك، هتاخدها وتربيها وتكبر معاك وتفضل دايما فاكر اليوم الجميل اللي انت كنت فيه في الرحلة معايا، وكل ما تلاقي حد بيقول النعامة بتدخل راسها في الرمل عشان تهرب هتقول لها ايه؟ لا هتقول لها النعامة بتدخل راسها في الرملة ليه؟ عشان تقلب البيض. تقلب البيض وتبقى مستنية الأمل. إيه هو الأمل؟ الأمل هو البيض اللي بكرة هيفقس ويبقى نعام صغير يكبر وتكتر مدينة النعام بكل النعام اللي فيها. النعامة دلوقتي قالت له خلاص يا نعيم، انتهت رحلتنا وأنا لازم أوصلك تاني للبيت بتاعك، بس عندي سؤال. نعيم قال لها اتفضلي. قالت له هتلبس تاني البورنيطة عشان تهرب من صحابك؟ تفتكروا هيلبس تاني البورنيطة؟ لا لا. ولو صحابه قالوا له على حاجة مش عايز يعملها هيقول إيه؟ لا لا. مش عيب إن إحنا نقول كلمة لا، بس نقولها إمتى؟ نقولها للغلط، نقولها للحاجة اللي ما يصحش إن إحنا نعملها، لكن لو فضلنا على طول نقول لأي حاجة حاضر ده صح؟ لا لا. ممكن هنا بقى نعمل حاجات غلط لأننا وافقنا على حاجة أصلاً غلط. دي كانت قصة نعيم مع الكوبعة الصفراء ومع النعامة. نعيم بعد كده خلاص ما بقاش بيلبس الكوبعة الصفراء إلا لو خرج في الشمس شوية عايز يحمي راسه من الشمس والحرارة، لكن عرف بعد كده إنه لازم يبقى شجاع، يبقى جريء، يقدر يواجه الغلط، ولو حاجة مش عايز يعملها بمنتهى الأدب يقول أنا آسف مش هقدر أعمل التصرف ده تاني. دي كانت قصة النهاردة، قصة سر الكوبعة الصفراء اللي تعرفنا فيها على صديقنا نعيم وشفنا مجتمع النعام عايش إزاي. يا ترى قصتنا عجبتكم؟ حلو. حلو؟ حلو. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا كلكم عرفتوا معلومة مهمة، والأهم من المعلومة إنكم تعرفوا إزاي تقدروا تقولوا لأ في الوقت المناسب اللي لازم نقولها. أشوفكم في قصة جديدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سمحة. جينا بقى الأول لعبة من ألعاب الترابيزة معانا، والبنتين هما اللي معانا بقى لولو، لارا ونيلي. جاهزين؟ جاهزين. كل فريق قدامه الكوباية بتاعته الأحمر والأصفر، وهقول ردي 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 يعني مفخو ستدي، يعني خليكوا كده جاهزين جو. هنا توصل الكوباية أسرع. لا 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 لا، شايفاكي يا لارا، شايفاكي شايفاكي. شفتي جيت كنت قلديني من شوية؟ ها يلا يلا. فعلا برافو لارا. يلا نيلي ماشي. الله 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 ماشي اهي. غير التكنيك. برافو، احنا الاثنين في نفس الحته بالظبط. مين هتدخل اسرع؟ ايوه برافو. يا نهار يا نهار. ماشي الله، زقتك يا حلوه، زقتك يا حلوه، ودخلتك في البوكس تاني، راحت زقتك تاني. مين هيقعد يزق؟ هنقعد نزق في بعض بقى صراع. ايوه دخلنا الكوبايه هنا اهو. انا هبعد. سوري سوري. يلا تعال. برافو. ايه ده نيلي دخلت الكوبايه بتاعتها. برافو. ايه ده ازاي؟ مش دي زقت لك زقت لك كوبايتك. اوكي
ماشي عادي جدا اهو. ايوه كملينا اهو. طبعا لارا بتحاول تهرب وتخرج بره خالص، بس نيلي لسه في البلوك اللي في النص. هل نيلي ولا لارا؟ مش عارفين، لانه عاده بنفضل نتوقع والموضوع في الاخر يبقى عكس توقعاتنا خالص. انا اللي هعدلها اهو. هنا اهي. احنا في نفس الحته. لا لا ما حدش يمسكها. ما حدش يمسكها، احنا في نفس الحته. مين فيكم اللي هتسبق؟ مين فيكم اللي هتسبق؟ يا نهار ابيض احنا في نفس الحته. لارا الفريق الاصفر. يلا نخش على اللعبه اللي بعدها ونشوف هنلعب ايه تاني النهارده عندنا على الترابيزه. برافو يا لارا. جينا بقى لتاني لعبه ترابيزه معانا النهارده هي الاكس او. واحنا ابتدينا الحلقه بتاعتنا نيلي قالت انا بحب العب اكس او قوي. صح؟ صح. بتلعبيها بقى بالطريقه دي ولا بتلعبيها بالورق ولا بتلعبيها بلعب اي حاجه، بس بلعبها اكتر بالورق. بالورق اكتر؟ طيب احنا عندنا طبعا الموضوع مختلف عشان بيعتمد على ان انتوا توقفوا الازازه. لو وقفتوا الازازه الاساتذه دول هم اللي هيحركوا الاكس او الاو. جاهزين؟ لو وقعت، لو وقعت ما حدش هيتحرك حتى لو دوره. حتى لو دوره. يلا نبتدي على طول بالفريق الاصفر. يلا لارا. اه برافو. حط اكس. حط اكس. هتحط فيه. ماشي يلا. ايه ده؟ الله لا لا لا. يلا لارا ما هي ما جاتش. يلا يا لارا. ماشي يلا نيل. ماشي ما تعمليهاش قوي فوق عشان تثبت. يلا لارا. ماشي نيل. ايه يا نيلي؟ لارا نيلي يا بنتي اعمليها قدام شويه واوطى. فاتت مره فين؟ يلا 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 لارا. يلا حط اكس. حط اكس. ماشي عادي. يلا لارا. اوه حط او. ايه بص بص كويس ركز. لا 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 عادي عادي عادي. اخته اخته. يلا يلا استنى. ها برافو. حط او. ماشي يلا يلا نيل. مرة على فكرة. معلش بقى نعمل ايه؟ يلا يلا بقينا نقول اخر مره والنبي. يلا اخر مره يا رب. يلا ها وين؟ يلا اخر مره يا رب. مفيش. ها ها يلا يا نيل. نيلي دورك. العب يا يونس هنا. وبكده يبقى يونس ونيلي اللي كسبوا. الاو هي اللي كسبت. يلا بينا نكمل العاب الترابيزه ونشوف هنلعب ايه تاني. بس انت شاطر برضو. جينا بقى للعبه الترابيزه الثالثه وهنشوف بقى يونس ولا نوح اللي هيدخلوا اكبر عدد كور في الكوبايات اللي قدامهم. جاهزين؟ جاهزين. يا غلاب يلا ريدي سيتي جو. ارموها بالراحه عشان تخش. نصيحه يعني. برافو. ماشي جرب يلا. لا مش لازم تستناه. كانت هتخش. معلش كمل كمل. مش لازم تستنوا بعض. مفيش دور. يس يلا. يس يلا. كده كوبايه وكوبايه. ماشي يلا كوبايه. احنا بنتعادل النهارده في كل حاجه يونس ونوح. ها نركز فاضلش كور كتير. ماشي طب جيبها كده. في كوبايه تانيه. برافو يلا. برافو يا نوح. يلا يا يونس. يا ربي بقى يا ربي بقى. هتيجي هتيجي بس ارميها بالراحه. ارميها بالراحه ما تتعصبش. ما تتعصبش وهتيجي. يلا. معلش معلش ايه بقى. برافو اهي جت اهي كوبايه تانيه. يلا ايوه ماشي. معلش كانت هتيجي. يلا برافو. يس في كوبايه. اخر واحده اخر واحده عندك. مفيش كور تاني. ماشي وانت خلصت كده يبقى الاستاذ يونس الفريق الاصفر هو اللي عمل ثلاث كوبايات والاستاذ نوح كوبايتين. يعني يونس كسب بس هما الاثنين شاطرين جدا جدا. هاي فايف. برافو. يلا نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده.
جينا بقى لاخر لعبه معانا النهارده، واخر لعبه معانا على الترابيزه وهي لعبه الاكواب. طبعا زي ما انتم شايفين الكوبايات دي كده، المفروض ان احنا نخلي الكوبايه الزرقاء دي تبقى فوق ازاي. واحده واحده هتجيبها كده، لو اي واحده فيكم خدت اكتر من كوبايه هنعيد من الاول خالص. يعني هنشوف هتعيد من الاول، هنشوف مين اللي هتوصل الاول وتخلي الكوبايه الزرقاء هي اللي فوق، وكل واحده تمسك كده اكوابها ونقول ريدي ستادي. لسه ريدي ستادي جو. يلا يا ترى مين لي ولا الله الكوبايه بتقع. كوبايه اللي هتطلع معاها اكتر من كوبايه هتعيد من الاول. ايوه ماشي، ترى مركزه، نيلي برضو مركزه. مين هتوصل الاول؟ مين يا ربي؟ حاضر ايه؟ تخميش. ارجعيها بالظبط برافو. انا مش عارفه مين اللي هيكسب حقيقي، مش عارفه مين اللي هيكسب، بس نيلي ثبات انفعالي مش طبيعي، ولارا تحاول تتذاكى. ماشي، عارفه مش ممكن يا نيلي الثبات الانفعالي، احنا تقريبا نفس الكوبايات، نفس عدد الكوبايات، كوبايتين. خلي بالك، لا خلي واحده وقعت. لارا خلصت الاول عشان الكوبايه وقعت عند نيلي واتوترت، بس برافو البنتين طبعا كانوا ماشيين في نفس الوقت بالظبط. كده يبقى خلصنا الجزء الاول من رحلتنا النهارده، استنونا في الجزء الثاني بكره في نفس الميعاد من رحله سعيده. قولوا باي باي.